لا شك أن يعني الجهود التي تبذل من أجل تغيير هوية فلسطين وتغيير هوية بيت المقدس والمسجد الأقصى والتآمر على المسجد الأقصى يعني تآمر ضخم، وهذا العمل تنفق فيه تريليونات من الدولارات وغير الدولارات، عمل كبير. لكن أمام هذا العمل، هذا العمل جميعه لا يصمد أمام آية واحدة في كتاب الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه تنهي كل شيء. لذلك يعني الله تبارك وتعالى أراد أن يكون المسجد الأقصى آية في كتابه، حتى يعني لا يترك الأمر لأن يكون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على شرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو آية يقرأها المسلمون. مليارا مسلم في العالم يقرؤون هذه الآية، وبالتالي يسألون عن معناها وتفسيرها، فيكون تفسيرها: ما دوركم في تحرير هذا المسجد وهذه المدينة وبيت المقدس؟ وأيضا هي أرض مقدسة، بيت المقدس أيها الأخ الكريم وأيها الإخوة المشاهدون، بيت المقدس أولا هي الأرض المقدسة، أدخل الأرض المقدسة، وهي ثانيا هي الأرض المباركة، هي الأرض المباركة. فاجتمعت في هذه الأرض، اجتمعت البركة والقداسة، ويعني هي أيضا هذه الأرض التي هي أرض بيت المقدس، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من يمتلك قطعة من الأرض يرى منها بيت المقدس، يرى منها بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. فهذا دليل على أن هذه المدينة وهذا المسجد المكرم المطهر بإذن الله تبارك وتعالى سوف يأتي من يحرره، والسوابق في التاريخ هي التي تعلمنا أيضا يعني كيف جاء عمر رضي الله تعالى عنه ماشيا، ولعله أول مرة في تاريخ البشرية ينتقل حاكم عبر آلاف الكيلومترات حتى يصل إلى مدينة ليتسلم مفاتيحها. وكذلك عندما جاء صلاح الدين يحمل المنبر من حلب يصنع المنبر، ثم يؤتى به ليوضع في بيت المقدس ويصنع المنبر قبل فتح بيت المقدس. وكذلك نحن الآن عندما نقول بأن بيت المقدس سيتحرر بإذن الله تبارك وتعالى، والمسجد الأقصى سيعود إلى أهله بإذن الله تبارك وتعالى حرا طليقا من الاحتلال، نقول لأننا على يقين من هذا الذي سيتم، رغم كل العلاقات الاقتصادية وكل محاولات التطبيع وكل الأعمال الدبلوماسية بين اليهود وبين بعض العرب. ولذلك أنت ترى بأن يعني نتنياهو يحتفل، والله يعني البحرين عملت تطبيع معه، يعني لأن دولة صغيرة سكانها يعني لا يصلون إلى بضعة مئات أو آلاف من البشر، ومع هذا لأنه لم يجد أصلا في العالم العربي، لم يجد في العالم العربي كيانات كبيرة ولا دول كبيرة تطبع معه، وهذا دليل على الفشل الكبير بإذن الله تبارك وتعالى.